أكد وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين أهمية انعقاد الاجتماعات والمنتديات البرلمانية الإقليمية التي تطرح القضايا والمواضيع الراهنة ذات الاهتمام المشترك بما يوحد المواقف والتوجهات الدول الشقيقة والصديقة. وأشار وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إلى الإسهامات الكبيرة والمتنامية التي تطلع بها البرلمانات في مساندة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف المجالات التنموية والأمنية والسياسية والاقتصادية والحقوقية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية في الاتحاد البرلماني الآسيوي المنعقد ضمن أعمال الجمعية 46 بعد المئة. وأوضح وفد الشعبة البرلمانية أهمية بناء وتنمية العلاقات الإيجابية والعمل المشترك بين مختلف البرلمانات، منوها إلى القضايا التي تناقشها البرلمانات الآسيوية وما تتضمنه من رؤى وتوجهات متنوعة تثري بدورها النقاشات المنعقدة على المستوى الدولي وتسهم في تعزيز لغة الحوار الموضوعية. هذا الاجتماع مهم لأنه ينسق جهود المجموعة الآسيوية فيما يتعلق بالقضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وفي نفس الوقت كان هناك عرض سريع من قبل الأمين العام للمجموعة الآسيوية حول جدول الأعمال وفي نفس الوقت القضايا التي تمت مناقشتها على جانب الاجتماعات المجموعة الآسيوية، وكان هناك شبه توافق وأعتقد إجماع بين الجميع حول دعم كل هذه المقترحات والتصورات التي تمت. القضايا المطروحة فيه قضايا أساسية، قضايا تتعلق بالتعايش السلمي واللي الشعار الأساسي للمؤتمر، وقضايا تتعلق بحقوق المرأة والطفل، وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وقضايا أيضا تتعلق بأمور التنمية والبيئة. هذه القضايا على يعني جدول أعمال المؤتمر ويتم مناقشتها من مختلف الأطراف الدولية الحاضرة. هناك أكثر من 178 دولة حاضرة في هذا المؤتمر وتناقش بكل حرية، وبذلك هذا الاجتماع يعطي بعد أولا لحضور البحرين بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، وفي نفس الوقت يعطي بعد أيضا لأهمية البحرين كبلد مضيف لمثل هذه النقاشات وهذه القضايا تطرح في بلد البحرين.